نفس الامر بالنسبه لمحمد صلاح، عقده ينتهي بنهايه الموسم مع ليفربول، هل انت مع بقائه مع الليفر ام مع رحيله لنادي اخر؟ La question, c'est de savoir السؤال هنا où est-ce qu'il aimerait jouer. أين يريد أن يلعب؟ أين يحب أن يلعب محمد صلاح؟ هل هو يحب أن يستمر مع ليفربول أم يفضل الذهاب إلى بطولة أخرى كأسبانيا؟ لما لا؟ وإيطاليا هو يعرفها جيدا. إذا فوجئنا به غدا أراد أن يلعب إلى برشلونة مثلا، أعتقد أنه شيء جيد أن يلعب في فريق كبير، أعتقد أنه شيء شيق له. لكن أؤكد لكم اليوم أن ليفربول اليوم هو أكبر فريق في إنجلترا يعتبر، ومحمد صلاح هو أسطورة في ليفربول. السؤال هنا الذي يجب أن نطرحه، ماذا يريد محمد صلاح؟ هل يريد أن يستمر أم يريد أن يخوض مغامرة أخرى؟ إنه محمد صلاح فقط الذي يستطيع أن يرد على هذا السؤال. أنا أتمنى أن أراه في أسبانيا، لكن هو من يجب عليه أن يرد على هذا السؤال. في أسبانيا مع أي فريق؟ ريال، برشلونة؟ أعتقد أن جودة الكرة القدم التي قدمها محمد صلاح، أعتقد أنه سيندمج أكثر مع برشلونة. كما لو رأيتم تشافي سوف يتواصل معه بشكل جيد، أعتقد أنه البارسا أفضل له.